اليوم يا شباب راح تكون لعبتنا رعب، فجهزوا حالكم ما تخافوا. انا لسه بصراحة اللعبة ما بعرف انا اشي، وفي نفس الوقت معلش على الاضاءة هاي. حابب اقول لكم ان انا فتحت قناة جديدة، قناة العاب. اوكي غريبة صح؟ فكرت اني اعمل قناة ثانية للالعاب، وهي القناة هاي اللي راح اخليها منوعة من ناحية مقالب او مش يعني مقالب بشكل عام، يعني للتنويع. فاذا انت بكذا زحكان وحابب تشوف لعبة بتفوت على قناتي الثانية موجود بالوصف. طبعا هذيك القناة بنزل عليها بشكل كل 3 أيام الساعة 3 بتوقيت السعودية. يا ساتر الأصوات، ايش هاي؟ بقدر افتحه؟ لا اوكي، هذا مكفول حرفيا، ما بقدر امشي. يوظل طيب، عدت الإنارة شوي. الو، سد الباب علي. ليش فتحت الباب انا؟ الاصوات بلشت تتغير بصراحه. الله في خرطابك تحت. كمان بيبي بدك تتحرك؟ يلا تحرك خلص. لك ايش؟ طيب ماشي. بنزل لتحت. اوكي في شيء هنا. كنا ماشيين. اضغط سبيس انا. شو هذا؟ شو تحتي؟ الو؟ الو اي ايش هذا؟ تذكر يا الله هذا فتح يعني؟ لا لساته مسكر. سكرت. نكسر هاي في هاي. في شو وراي؟ في شو وراي؟ صح؟ يو ديد، لازم اهرب منها يعني. اروح هنا صح؟ يا الله كيف؟ ها صح؟ لا ها؟ لا شفت 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 ايه ارمح اركض ايه لا ها؟ جاي جاي ايوه لا اوكي هربنا منه هربنا لا 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 اوعدك اني متت. There were so many stories of ghosts inhabiting this hospital. هذه مقدمة اللعبة. Because of those stories, the hospital was forced to close down temporarily. شباب نفس لحن The Medium صح؟ However, there is a reason I'm here tonight. مش منظور شخص ثالث. حلو، بقدر اركض والحركة سريعة. اوكي نايس. ايوه اتوقع اجي من هنا. والله زي سايلنت هيل. ليش الكذب؟ ديم ديم ديم. والله صراصير. واضح صريح نروح. هسه صرنا نقدر ننور، سبحان الله. What's the deal with this shrine? في صوت جنبي، في صوت جنبي انا. اتفضل اتفضل. اللي انزلي. وين قاعد نوصل احنا؟ وين بنروح احنا؟ من عشان بالضبط انجليزيات ضعيفة انا الصراحة شباب. Who is that? Aria? Is that you? What? فادت. Wait,
ولد أبيا. أنا ليش شو مدين عندنا ها؟ سكر هاي اللغة إيش هاي اللغة؟ That's right. You've been acting very strange during high school, especially in our last couple of years. You had serious problems with your mood swings, and it really pushed people away. I was your only friend at the time. لا لا نقدر نقطعك. ندور على فيوز هذا الشباب. الفيوز أنا عرفت وين الفيوز. أول فيوز. أو أتوقع فيوز واحد خلينا نتأكد. أوه شيت والله عن جد فيوزين. وين ندور وين نلاقي الثاني هسه؟ الله أنا أكلها أنا أكلتها وأنا توقعت. لا كهرباء 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 قلبي ما نقدر نضوض واو بضيز نضوض واو ايش هالصوت في شي ايش اوه في ممر هنا اوكي لو في حد هان؟ ده شو سفد التجيت هان؟ مسكر اوكي في شي هان مسحوب وهان في شي هان مسحوب وارضي معفني بقول لك ممنوع التدخين يا اخي في شيء مهم هون شو نطلع نرجع نحل مكان هيا صح في شيء هون ذكرك Aria, why do Aria, you keep running you, away? لماذا تهربون مني؟ ذلك جهب يعني مني. ما نقدر نكسر في هاي. أوكي. في باب. فتح. آه هذا. Hello. بطلت مخيفة بس هي بخوفوكم في الأصوات بس الله وصلنا منطقة الطقوس ديم أنا بضحك جنبي الله يحرك أنا بضحك جنبي ظهر لازم نلحق منطقة الشمعة تحمست يا شباب تحمست طيب وين نمرك منين هلا والله هب هلو بيبي can start the ritual. No? Ishaad. عرفني شافني هرب وين راح؟ آه شفت سبيس دف سبيس شفت براش تخبهن
الله والله ما توقعت شباب ان اللعبة اللي قال لها الدرج جبار بصراحة. صوت ايش هذا؟ ولا قال انا بقدر ماشيين جهة ثانية. الساعة 12. ايش هالذكريات يعني؟ فتح الباب اللي هناك أو الهان يمكن. هذا صاص عرفنا هذا الباب. Something's not right today. يب. ذكريات هذا هسه احنا بنلعب في شخص. Got a feeling that something bad is going to happen. Okay. What? ايش هاي المستشفى المسكون؟ وقعت. حبستني. ايه لا ما حبستنيش. يابا يا شباب لو نكون انهينا المقطع اذا حابين نكمل على اللعبة وشوفوا التختيم تكملة الجزء الثاني راح تلاقوها بالقناة الجديدة. طبعا المقطع الثاني في القناة الجديدة راح ينزل في شهر 2. ليش؟ لان القناة الجديدة يا شباب منزل عليها اوريدي فيديوهات. هذول الفيديوهات معيرات. هذول الفيديوهات الجديدة عندي في القناة هاي انا حضرت لهم جدول انه بالتاريخ الفلاني ينزل المقطع. يعني مثلا هذا في 26 ديسمبر ينزل على الساعة 3 العصر بتوقيت السعودية. فحسب جدول القناة راح ينزل مقطع في شهر 2، لأنه آخر مقطع راح ينزل لهنا. آخر مقطع حاليا راح ينزل في 28 يناير. أوكي، فبعده بثلاث أيام راح ينزل المقطع. راح يكون تنزل بشكل متواصل كل ثلاث أيام، وبحاول إن شاء الله لقدام أخليها كل يومين. فيب هذا كان لنا اليوم. يعطيكم العافية وسلام.